السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم مبروك أيها الإخوة والأخوات، صباحكم سعيد وتحياتي لكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وتحية الإخوان، وشكرا شكرا جزيلا على الدعم ديالكم في هذه القناة. المهم هذا الصباح اليوم الأحد، عطلة نهاية الأسبوع، وتحياتي لكم كاملين الخوت والخواتات، وكنشكركم بزاف على الدعم في هذه القناة هذه. وخارج مع هذا الصباح بغيت نشارك معكم هذه الأجواء الرائعة في هذه المنطقة، هذه منطقة ديال الصخيرات. درت هذا الفيديو خصيصا هذا الصباح خصيصا باش نشكر فيه الإخوان والأخوات، وتنتمنى المزيد من الدعم. جزاكم الله خيرا أيها الإخوان والأخوات كاملين بدون استثناء فين ما كانوا، تنشكرهم بزاف على المساندة ديالكم في هذه القناة هذه. حققتوا لنا واحد الشرط اللي كنت مازال ما كملتوش، هو 1000 مشترك، وبغينا المزيد من الدعم والمزيد من المشاهدة والمشاركة في هذه القناة هذه. وشكرا شكرا جزيلا لكم، ونتمنى هاد الاجواء ديال هاد الصباح تعجبكم. دابا راه تسعود ديال الصباح دابا، ونتمنى يكون هاد اليوم مبارك، يكون خير على جميع الاخوان والاخوات. كما كتشوفوا هاد المنطقه هذه منطقه ديال صخيرات دوار الشياحنة قرب وادي كم. تحياتي لكم الإخوان، وما تنسوش خوكم، وصباحكم مبروك. وغادي يكون إن شاء الله واحد اللايف، غادي ندير واحد اللايف، نتمنى تدخلوا تعاونوا معنا. جزاكم الله خير الجزاء، وصباحكم مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.